ألف مليون مبروك. الحقيقة الواحد سعيد جدا النهاردة بفوز منتخب الشباب للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا، والأسعدني كمان بنفس درجة السعادة بالفوز هو التنظيم الرائع وظهور مصر بهذا الشكل الجميل قدام العالم كله، وإن رجعت مصر تاني قبلة الرياضة والرياضيين في أفريقيا. والحقيقة خليني أقول لكم إن إحنا كنا زمان لما كنا بنلعب بطولاتنا كان دائما نلاقي الأفارقة بيبقوا حابين يجوا مصر، يمكن الموضوع ده اختفى شويه، لكن رجع التاني هذا الموضوع ان احنا رجعنا قبله افريقيا والعالم كله لاستضافه طبعا الاحداث الرياضيه. هنطلع لارض ملعب تاني ولقاء والزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن موجود اسماعيل المدير الفني لفريق او المنتخب المغرب، فالى هناك. كابتن موجود اسماعيل المدير الفني لمنتخب المغرب، برحب بيك في بلدك التانيه مصر، واهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، نقول لك بالتوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه. لكن لعبتوا مباراه كبيره والنهارده مباراه كبيره مع المنتخب المصري، رايك يعني البطوله والتنظيم؟ التنظيم في المستوى رغم جائحه كورونا استطاع بلد مصر الحبيب ان ينظم بطوله افريقيه للشبان في المستوى العالي. بالنسبه للمستوى، المستوى كويس جيد جدا. المشكل هو كاين بعض الفروق بالنسبه للفريق القومي اللي هو صادفنا فريق قومي اللي هو رابع عالميا، هذا ماشي سهل. الفريق الكاميروني اللي هو فريق عتيد وفريق قوي وفريق استطاع استعدادات ديالو خلال 8 أشهر، بغض النظر الفريق المغربي اللي هو سنه كامله وحنا بدون 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 مقابلات، سنه كامله وحنا بدون صالات، صعب علينا. الور استطعنا نوجدوا فريق خلال 10 أيام، والشكر جزيلا من ترجع للجامعه الملكيه المغربيه للكره الطائره بشخص السيده بشرى حجيج اللي وفرتنا فتحتنا الصالات باش نحاولوا نتمرنوا خلال 10 أيام ونوجدوا فريق. يعني حققنا المراد وزايدون، حنا كنا عازمين نجيو نحافظوا على الرتبه ديالنا في 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 بطوله في افريقيا اللي هي المرتبه الثانيه والثالثه، واستطعنا الحمد لله بفضل الله باش نوصلوا لهذه المرتبه هذه. والشكر الجزيل للجميع، تشكر اللاعبين اللي قاموا ببطوله بطوليه رغم توقف سنه كامله. هذا الطاقم التقني اللي سهر على هذه، والسيد المدير التقني ورئيس البعثه والجميع اللي ساهم في هذا الانجاز وهذا التتويج اللي هو تتويج محله وعظيم جدا بالنسبه للمغرب. مجود، رؤيتك الفنيه وتقييمك الفني للمنتخب المصري، ومين اكثر اللعيبه اللي لفتت نظرك من المنتخب المصري؟ المنتخب المصري انا صادفت رقم ثمانية، كان لاعب مع اقل من 21 سنه في نيجيريا وفي كاس العالم في البحرين، والان هو تيلعب دابا، كان ديك الساعه فتيان ولا دابا شاب. رقم 8 لاعب كويس، الموزع في المستوى العالي، تركيبه المنظومه ديال الفريق القومي المصري منظومه عاليه، تيتبين بان فريق متكامل وفريق استعد فيما فيه الكفايه، فريق مده 4 سنين ومجموع يعني استعداد ديال 4 سنوات يعطيك فريق في هذا المستوى، هذا فريق كويس في المستوى العالي. نقول لك التوفيق في المباراه القادمه. شكرا جزيلا لكم. شكرا.